مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، كيف حالكم يا مشتركين؟ مش عقلي اشتاق لي يكتب تعليقات يا ناس، والله انا اشتاق، انا والله مشتاق لكم يا مشتركين يا انا اللي عملته. طيب، فكيف حالكم يا مشتركين؟ يو، طبعا اللي يسأل مو راشي يصطاد، نحاول يعني نصطاد كتاب تطوير او حتى صنارة او حتى شيء مطور يعني من حيران. خفان والله مزعجين. طبعا اللي يسألني ليش الزومبي والسكيلتون ما بيطلعوا، حبيبي نحن بقرية مشمعة موضوع، بس القرويين ماتوا غرق، ما ماتوا على ايد الزومبي، فهمتها؟ كويس انه ما من الموضوع ماتوا على ايد الزومبي وما طبوا كيف او غرقوا بالماي اللي بالقرية، واللي راح يسدوا بعدين، وبعدين راح اجيب قروي ممكن جيبوا الكواليس لانه يس ما شاء الله موضوع. فاحب اقول لكم يا احبتي يا احبتي، احب اقول لكم طبعا على قصة الولادة الثلاثة والانجل دوع الفاضي، في الانجل دوع الفاضي وحصلنا وقت، يا خلينا نشرب وهنا شربنا نشرب. طبعا أكلوا على الفاضي تبلها، طبعا كانوا لا ثلاثة ضرب وضرب مو طمعين، ليش؟ لأنهم طبعا كانوا عاوزين يعني فلوس، لأني أنا قلت لا فلوس، تعالوا أضربكم بلاها. فيا حي ونص صوت كويس يا ربي يا ربنا يا ربي. فأحبتي اكتبوا تعليقات رأيكم، ولا تستحي راح نسوي بعدين غرفة مشتركين، فكل مشترك حاب انه ينضاف الغرفة فأقول لك ضي اكتب اسمك ونحن حنضيفك في غرفة مشتركي، فلا تخجل يا صديقي، وضي حطوا لايك، اذكركم في المقطع حطوا لايك، انشروا القناة، واللي يقول ليش عشان اليوتيوب يدعمنا يا اخي، امضي دعمنا اليوتيوب نحتاج ان شاء الله طبعا يدعمنا اليوتيوب بكل ما نحتاج من الدعم، يعني الناس تحتاج دعم اليوتيوب ينشر لك المقطع الى في مشاهدات، ولا ما في مشاهدات ما راح ينشر لك المقطع، يوتيوب ما ينشر المقطع، فكل اللي احتاج منكم هو نشر المقطع لأصحاب أي واحد يحب يدعم القناة، أرجوك ادعم القناة لأن القناة حرقة يا شيخ، فكل واحد أسطورة، اللي مشتركين في القناة أسطورة، وظلوا مشتركين في القناة لكم حتوصلونا للألف مشترك والمئة ألف بعدين. أحاول أن تصلنا 100 مشترك فيا أساطير، نعتمد عليكم ويعتمدوا حظنا بالصيد لازم يكون زفت.
طبعا احب اقول لكم قرميدة حقت الان شرميدة، يلا طلعونا كتاب تطوير يعني حب الصيد زفت. هاي واحاول اصيد يعني كتاب تطوير، تطوير اول احد يعني طينا ركاء. هاي طبعا قناة القناة دي تبدأ طلع ما سويت ولا اي حاجة بالكواليس لانه كنت مشغول وما قدرت اسوي اي حاجة لانه لا اصلا ضربان عندي. دي ولا يسألني ليش مود الشادر، اصلا ما كانت حلقة اصلا مود الشادر ما جاب الدعم هواي يعني دعمكم بعضهم يعني هاي. وانا متعجل انه ولا حتى على مقطع واحد من مقاطعي ما جاب ديسلايك. حلو والله يعني لان حلو مرة الموضوع. واللي يعجبهم قناتي يا اخي دعم القناة، القناة تدها الدعم الاسطوري من اساطير كل قناة تدعمنا. بحب اقول لكم والله دعمونا هن دعمكم، وكل مشترك جديد يكتبنا تعليقات حنحطه في قائمة المشتركين. طبعا اكتب عن اكتب في تعليقك يعني كلمة حط قلب بس تعليقك كان احنا بالبايت فليسأل. المقطع راح يكون قصير ولا طويل؟ والله من حظنا هيكون طويل. حاضر يا ناس انا على وجهي. طبعا حاب اني اشيل الشجر ذا، فانا حاب اني اشيل والله انها انقطعت موضوع. اللي حابين اسوي شغلات بالكواليس قولوا، واذا ما حابين كمان قولوا. وانا راح اسوي شغلات بالكواليس بس ما سويت شغلة بالكواليس حطيت يعني اني ما اسويها المرة ولا شغلة لانه يا اخي والله قولوا. اذا عايزين اجيب اخويا كمان قولوا تنضحك علي يعني. اصحاب الصيد نحاول جي دور على كلب لانه خرفان هذا فتشل حق بالخرفان ضر. فأحب أقول لكم مبروكم على الضربة والطلب في شيء أيضا هنا جاف حظنا هنا يعني في حظ مختلف في كل مكان. يا رب يعطون الحظ يعني حرنان يسطرنان فينك هند يا طبعا حاضرين السيرفر هذا مودات ولا من دون مودات؟ اختصر الموضوع يعني حاطين بحط حتى كمان مود الاثاث اللي كنت اشتغل عليه. ف كما قلت المقطع ممكن يكون قصير لانه ده الصيد وتسليك لانه في انا جمع كل ستون للكاليس ف تحمسوا شوي. انا فقدت التحمس والله من حظي على الصيد لان حرفيا كل تطوير حتعطيك حظ نص ما احس يعني في تطوير حول قوة الا بالله. في تطوير تعطيك الانفينيتي اللي يخلي الصنارة حظ حظ، في تطوير تعطيك حظ الصنارة طبعا. هاي طلعنا غير هذا السنك. فانا حب اني نقطع في 10 دقائق حبيت والله حب اني اني نقطع اقل من 15 دقيقة. ولا حابين نكون خبروني احتاج اذا عايزين المقطع يكون طويل ولا قصير. لا انا دخت والله عايزين طويل ولا قصير يعني انا اول مقطع كان 20 دقيقة وهو اول مقطع على القناة جايب مشاهدات اكثر من اي مقطع
من المشاهدات قليلة بس كوال موضوع يعني قايم. بس حب يطرح اي سؤال ثاني موجود حرفيا راح وفي اسئلتكم، بس لا تبالغون في الكتابة. يلعن لو اكتب سؤال واحد اكتب لي عدة من الاسئلة، وارجوك لا تكتب ايش اسمك انه هذا راح يكون غبي. ف شكلها يعني الحلقة هناي مو حققنا ولا شيء بصحة، يعني حاول ننكسر صنارة شك هنعطي الموضوع يعني طب نسنك يا تونا يا بنت التونا يا بنت موضوع. والسؤال موضوع انتو عايزين تكون الماضي من عايز قصص مدرسة ولا عايزين طالع اني عايزين سلسلة روايات ذاك وكلب. يا لهوتك ذاك وكلب، تعال يا كلب تعال يا كلب، هذا كلب واللي يريد يكتب اسم هذا الكلب اهدى ايوه روضناه. طبعا اللي يريد يكتب لنا اسم لهذا الكلب واللي هو صار كلبنا الأليف، طبعا اكتبوا لي اسم وانا هدور عليه متاعك في الكواليس. طبعا هالمرة هاي الحلقة جبنا ليها كلب يا ماما. طبعا اللي ما يحط لايك فراح خلي عوعو بيعضو. نحب انه نادي اسم عوعو او انتو اكتبوا لنا اسم في التعليقات. وأحس إني يعني الحلقة هسة لأنه اللي شادات هي أساطير هني الحلقة ناي، بس خلينا ندخل حو في البيت. حو فينك يعني؟ إجا حو ياه. طبعا حو يلا ودع المتابعين حو. وصلوا بمقطع 7 لايك يلا.